حتى أواخر القرن التاسع عشر كان المصدر الرئيسي لدخل المزارعين بالشمال خاصة بتنورين هو الحرير اللي كان مرتكز على زراعة التوت. مع تراجع تجارة الحرير بالعالم تراجعت الزراعة بتنورين وتم استبدالها بزراعة التبغ، ولمدة طويلة كان قضاء البترون من أكبر منتجي التبغ بلبنان. كمان مع تراجع مردودية التبغ التفاح لاعب دور الزراعة البديلة، فالتفاح كان له فترة عزه بأوائل القرن العشرين خاصة منتصف القرن العشرين. منذ ذلك التاريخ لليوم التفاح بعده منتشر بهالمنطقة هيدي. تعودنا بثقافتنا نسمع أنه التفاح هو نقمة على المزارع، بينما الحقيقة مع العلم المتوفر بإيدنا اليوم التفاح هو ثروة غير مستغلة ممكن حرفيا تغني المناطق اللي فيها تفاح.